فرحانة بزاف وكل لي الشرف أنني نكون في الدورة 18 من مهرجان الموازين، وشرف كبير لي أنني نكون متواجدة في مدينة سلاحتي، هي مدينتي وفيها ناسي وفيها أحبابي اللي باغيين يشوفوني في منصة موازين من طبيعه الحال، ومنهم انا ما ننساش فضل الله سبحانه وتعالى، والتواصل الاجتماعي هو اللي قربني من الناس ودخلني لديور الناس ودرت جمهور كبير بالتواصل الاجتماعي. الحمد لله الاغنيه الشعبيه غاده في امتياز، داك الشيء كيبقى على حسب الناس اللي كتسمع، كل شيء مزيان الحمد لله. كنحماق عليهم وكنتمنى من الله ان شاء الله يدوز اليوم على احسن ما يرام ويكون داكشي. يا سلام.